اول حاجه الحمد لله على المكسب، دي طبيعه النادي الاهلي، احنا ما بنلعبش غير على المكسب بس، تعادل او هزيمه بالنسبه لنا خساره، تعودنا كده في النادي. الحمد لله نازلين من اول الماتش مركزين، كلنا اصرار، كلنا عزيمه ان احنا نحقق الفوز، جايين من مكسب، جايين من واخدين ثقه جامده جدا. ماتش الزمالك اللي فات كسبناهم في ملعبهم 3-0، فاخدين واخدين الثقه جامده. الحمد لله نزلنا خلصنا في اول الشوط الاول في جولين كده على طول، يعني الحمد لله قفلنا الماتش من اوله. طبعا احنا في النادي الاهلي احنا عايزين اداء، الاداء قبل المكسب، احنا على طول في المحاضره بيقول لنا اعمل اللي عليك وطلع كل اللي عندك والعب كوره ومتع نفسك. انا مش عايز نتيجه، انت تطلع مبسوط، انا مش عايز نتيجه، النتيجه بتاعت ربنا هي مكتوبه قبل ما نلعب، بس انت تجتهد وتعمل اللي عليك، ربنا اكيد مش هيضيع تعبك. يعني السيزون اللي فات طبعا ليه ظروف، يعني جينا فنشنا الدور الاول، اول الحمد لله، بعد في الانتقالات الشتويه كان في ناس طلعت اعراض، ناس طلعت في الفيرست تيم، ناس طلعت مع 97، فحصل طبعا نقص عندنا، بقينا نستعين ب 2001 و2000. اللعيبه كويسه برده، ما بقللش من حد، بس برده يعني لما يدخل معاك في وسط الموسم بيتاثر جامد. بس السنه دي ان شاء الله لا غير، السنه دي الطموحات يعني غير خالص، يعني انت السنه دي انت طالع الفريق اللي تحت درجه الاولى اللي سبوت عليك انت، واللي سبوت من بره كمان، يعني لا قدر الله لو ما حصلش نصيبه حد طلع درجه اولى بيبقى الناس متابعاك من بره، كل الناس متابعه فريق الشباب في النادي الاهلي، يعني دي اول حاجه ليه، بيستعيروا بالشباب، ما بيجيبوش حد مثلا يعني من غير اسماء انديه، بس هو اول حاجه النادي الاهلي، شباب النادي الاهلي يعني معروفين متربين ازاي، متربين على المكسب على طول، بس هي معروفه يعني. انا من عندي 6 سنين ونص، انا جيت ما كانش لسه فرقه 99 اتعملت، اتمرنت مع كابتن مدرج هو اللي مكتشفني، ده دي شهاده لازم اديله حقه. جيت اتمرنت مع 97 سنه، بعد كده 98 سنه، لغايه لما عملت 99 بس. ومن ساعتها بقى انا من يعني جيت النادي 2000 في اخر 2007، كان عندي 6 سنين ونص لسه ساعتها. انا فاكر اول يوم جيت كابتن بدر رجب قال لي والدي حطه في صندوق وحافظ عليه، بس وساعتها انا من النادي، يعني انا جوه النادي ما ولا بطلع هنا ولا بروح هنا، يعني هي دي عيشتي، من البيت للنادي ومن البيت للنادي للبيت، ده رقم واحد عندي، يعني دي اولوياتي، يعني ما بفكرش في حاجه، يعني حتى الدراسه انا يعني للاسف انا مش مركز في الدراسه، انا مركز مع النادي، انا كل حياتي هنا، انا بنزل الصبح باجي هنا بروح بالليل الساعه 8 ولا 9، هي ده اول رقم واحد في حياتي. بعد كده بفكر بقى هعمل ايه، لو هخرج مع صحابي انزل مع صحابي شويه، وده طبعا ممكن ما بيحصلش غير الخميس والجمعه يعني اخر الاسبوع. طبعا انا ماشي كل فخر، يعني لما تمشي مثلا راجل اكبر منك او شاب في سنك يقول لك كابتن عادل او كابتن عادل راح كابتن عادل جه، طبعا دي بتحسسني بفخر وتديني عزيمه واصرار. طبعا فلا بتاثر جامد فيا، يعني بتديني عزيمه واصرار اكبر ان انا احقق هدف، احقق حلمي طبعا، واهلي ووالدتي ووالدي طبعا، الناس دول تعبوا ورايا، يعني كنت بروح السويس بروح اي ماتشات في اي حته بقى، والدي دايما ورايا، يعني ما بيسيبونيش، نوم بدري، اكل ما مش مقصرين معايا في حاجه، ربنا يخليهم ليا، يعني طبعا هم في صحبه الفضل ان انا موجود هنا لغايه دلوقتي. كانت 48 جنيه كنا يعني هو 47 ونص، كنا ندخل الاستاذ زكريا ب 47 ونص، يعني لازم النص عشان ناخد 48 كاملين. لا كان اول شهر قبضت فيه كان والدي سابهم لي، هياخدهم يعمل ايه؟ خدتهم انا ونزلت مع صحابي، كنت بروح بيهم المدرسه، طبعا رايح بقى جيب مليان، يعني معايا 50 ما يقارب 50 جنيه، كنت بنزل بجيب، يعني كنت بنزل الكانتين اعمل بيهم اللي انا عايزه، وبعد كده اخلص مدرسه اركب بقى فيه مراجيح، اركب ادخل سايبر اقعد فيه،